الفنانة رانيا محمود ياسين كانت من ضمن حضور افتتاح المهرجان، وأكدت إن حفل الافتتاح طلع بأحسن شكل يليق بمصر. تعالوا نشوف قالت إيه لكاميرا الإبداع في مصر. المهرجان طبعا مهم جدا لمصر قبل اي حد، وهو مش مهرجان اشخاص، دي مهرجان دوله. فاحنا بنهتم جدا جدا ان المهرجان يطلع على احسن مستوى كفن كمسرحيين، وطبعا كاداره المهرجان بتبذل قصارى جهدها ان هي تطلع احسن شكل يليق بمصر. وكمان الدوره باسم الاستاذه الكبيره سميحه ايوب، فطبعا هي سيده المسرح العربي، فده شيء يعني قد ايه مشرف للمهرجان، هي بتضيف للمهرجان كمان باسمها الكبير. وان شاء الله يعني تبقى دوره موفقه واحسن من السنه اللي فاتت ان شاء الله. محمد اجتهد جدا، ولكل مجتهد نصيب، وهو بيتعب قوي علشان يطلع حاجه محترمه وراقيه يعني. فانا يعني ببقى فخوره بيه وفرحانه ان هو بيعمل مجهود، وان شاء الله ربنا يديله على قد مجهوده. الاداره المسرحيه كلها الحقيقه بتبقى واقفه على قدم وساق، كلهم بيشتغلوا جدا جدا، كل الناس بصراحه في المهرجان بتتعب جدا. والمهم ان الادارجي الشاطر اللي عارف يدير كل هذه المنظومه بكفاءه وباقتدار انا بحييه، اللي هو محمد رياض. الورش دي مهمه جدا لانها بتطلع كل يوم والتاني فنان جديد وشباب جديد، واحنا محتاجين، فاحنا عايزين مواهب حقيقيه ليها قيمه. فانا ببقى سعيده بالورش جدا لانها في الاخر بتغربل من يستحق، لان الناس اللي ماسكينها ناس اكاديميين وفنانين، فعارفين ازاي يختاروا من يستحق ان هو يكون فنان. الف مبروك على التكريم، وانا فخوره بكل الاسماء الموجوده، والحقيقه ان هم كلهم يستحقوا التكريم، واحلى حاجه تكريم الفنان وهو عايش، دي اهم حاجه، ربنا يدي الصحه لكل المكرمين.